السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مسابقة قارئ الإنستغرام. قد خلت من قبلكم سنن. المتسابقة رقم 5 نسيبة منيب من المغرب. والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلا الله ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون. أولئك جزاؤهم مغفرة من ربهم وجنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ونعم أجر العاملين. قد خلت من قبلكم سنن فسيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة المكذبين. هذا بيان للناس وهدى وموعظة للمتقين. لدعم المتسابقة يرجى الإعجاب بالفيديو بلايك أو تعليق على الصفحات الآتية.